قدوس الإله واحد آمين. تفل علينا نعمته وبركاته من الآن وإلى الأبد آمين. الأحد الخامس من الصوم الكبير، كل سنة وحضراتكم طيبين. شفاء المخلع أو المفلوج عند بركة بيت حسدة. المعجزة دي من المعجزات الوحيدة اللي ذكرها القديس يوحنا الرسول. يعني المعجزة دي تلاقيها جت في إنجيل يوحنا بس، ما جاتش في بقية المشايخ، لا متى ولا مرقس ولا متى. المعجزة دي تثبت لاهوت المسيح، معجزة قوية، وقوتها تيجي من ثلاث حاجات. أول حاجة إن المريض اللي شفته دي 38 سنة نايم، 38 سنة يعني من قبل ما المسيح يتولد، ليه 38 سنة راقد. النقطة الثانية إن هو شفي بكلمة، المسيح قال له إيه؟ قم احمل سريرك وامشي. نعمل له عملية ولا اداله دواء ولا حاجة، بكلمة شفاء. والنقطة الثالثة اللي تثبت قوة هذه المعجزة إن المريض مش بس شفي، ده كمان شال اللي كان نايم عليه ومشي. يعني عادة اللي بيكون راقد رقدة طويلة زي كده بيحتاج تدريبات شوية وعلاج طبيعي شوية علشان يعرف يتحرك. فالمعجزة دي معجزة قوية من الثلاث نواحي دول. المعجزة دي علشان فيها مية برضو وفي ملاك بينزل يحرك المية، فدي تفكرنا بالمعمودية ونفتكر الكلام اللي قلناه قبل كده إن الكنيسة بتهيئ الموعوظين خلال الصوم الكبير إنهم توصلهم لإيه؟ لأحد التماثيل، للمعمودية. بتهيئنا وتحضرنا عشان نوصل للمعمودية. طب النهارده مفيش موعظين بتهيئنا وتحضرنا عشان نوصل ندخل اورشليم مع المسيح ونحضر معاه اسبوع الالام ونتمتع معاه بالقيامه. ناخد ثلاث نقط بسرعه كده اهو في المعجزه دي. نلاحظ ان المسيح دايما يبحث عن الانسان. الله منذ البدء هو اللي بيدور على الانسان. الانسان يعمل اللي يعمله ومفيش حل غير ان ربنا هو بنفسه يروح يدور عليه. يعني ادم لما اخطا جه ربنا قال له ادم اين انت؟ ما راحش ادم لادم من عملته اللي عملها كان مكسوف، ولكن ربنا هو بنفسه اللي جه يدور عليه. زي ما شفنا الاسبوع اللي فات هو اللي راح يدور على السامريه ويقول لك ايه؟ وجلس هكذا على البئر. اكيد يعني كان ماشي بالصدفه وراح قاعد على البئر فراح قابل السامريه. مش صدفه، مفيش حدث بيعمله ربنا ويكون بالصدفه. ده مفيش حدث في حياتنا احنا الا ويكون في قبض الضابط الكلي. لازم يكون عندنا ايمان بكده وان كل حاجه تحصل لينا ان كان خير وان سمح بشر فهي في قبض وفي ضبط ضابط الكل. فالله دايما هو اللي يبحث عن الانسان. السامريه راح يدور عليها بنفسه وفي نص النهار في عز الظهر، وده النهارده جه يدور على المخلع. هو اللي جه يقابله، مش جاي كده صدفه. وبرده الاسبوع اللي جاي لما نشوف شفاء المولود الاعمى هيكون برضه كان يسوع مجتاز مع تلاميذه، برضه مش صدفه. دايما ربنا هو اللي بيبحث عن الانسان. الله هو اللي دبر لينا خطه الخلاص لما ادم اخطا. ونصلي له القديس جرجوريوس القديس الجرجوري يقول له ايه؟ شبهتنا في كل شيء ما خلا الخطيه وحدها. نزلت من السماء وبقيت شبهنا ما عدا ما شبهتناش في الخطيه. صرت لنا وسيطا مع الاب. هو مين طلب منك يا رب تبقى وسيط مع الاب؟ هو بنفسه اللي جه يدور. صحيح الانبياء فيما بعد كانوا بيصلوا ويطلبوا ان هو ينزل ويخلصنا، ولكن على الوعود ان هو قال لحواء وقال لادم نسل المراه يسحق راس الحيه. ده وعد من فم الرب المبارك، علشان كده كل الانبياء كانوا مستنيينه. لكن مين طلب منه بعد العمله اللي حصلت ان يا رب خلصنا؟ ما كانش حد يستجري. زي ما النهارده الواحد فينا يتعرض لخطيه ما يجيش الواحد عين ان هو يرفع عينه لربنا، لكن لا، دوس على نفسك وارفع عينك لربنا. ربنا مستنيك، خليك عارف وواثق ان ربنا هو اللي بيدور عليك، مش احنا اللي بنروح ندور عليه. هو بيدور عليك ومستنيك ترفع عينك وتقول له انا غلطت سامحني. صرت لنا وسيطا مع الاب، صلحت الارضيين مع السمائيين، جعلت الاثنين واحدا، خلى السماء زي الارض. ده كل دي نتيجة عملة آدم. خلى السماء زي الأرض، طبعا خلى فيه اتصال. لما هو نزل على الأرض صارت الأرض سماء. لما الملائكة شافها أبونا يعقوب في الحلم طلع ونزل على السلم صارت الأرض سماء. صالحت الأرضيين مع السمائيين والحاجز المتوسط نقضته والعداوة القديمة
المرض اللي انت فيه، والمرض دايما في الكتاب رمز للخطية. واحد مريض رمز الايه؟ للخطية. وكان دايما مرض البرص في العهد القديم مرتبط بالخطية، بالنجاسة بالذات. فأتريد أن تبرأ؟ هو مستني منك انك انت تقول له الحقني يا رب يسوع المسيح، ارحمني يا رب يسوع المسيح، اعني. مستني منك الكلمة ده. يحكوا عن قديس بستان الرباط اسمه الأنبا إيليا. الأنبا إيليا كان يحب الوحدة، يقعد لوحده. وبعدين من حبه في الوحدة دور لمكان، لغاية لما لقى مكان كان بربة، عارفين البربة؟ البرابي اللي هي المعابد الوثنية اللي كانت قبل المسيحية، قبل ما قسطنطين يجي. فبربة قديمة كده مهجورة، فراح ايه يتوحد فيها. مكان مهجور، معبد قديم يعني، راح يتوحد فيه ويصلي فيه. فالمكان ده هو كانت الشياطين تعكسه. فقالوا له ايه؟ اخرج من هنا، المكان ده بتاعنا. فهو بقوة كده من قداسته يقول لهم ايه؟ انتوا مالكمش مكان. اخرج من هنا، المكان ده بتاعنا. احنا اللي قاعدين هنا قبلك. يقول لهم انتوا مالكوش مكان. قعدوا يعكسوا فيه يعكسوا فيه. يقول القصة لغاية لما جم يجرجروه من جسمه كده هو، شدوه لغاية لما يطلعوه بره المكان بتاعهم. فجيت لغايه الباب وراح مسك في الباب وقال يا رب يسوع المسيح ارحمني. فللحال تبددت الشياطين. فقعد يبكي، شيخ كبير وقعد يبكي. فجاله صوت بيقول له بتبكي ليه؟ قال له ازاي يا رب يعني تسيب الشياطين دي تعمل كده في خلقتك؟ قال له انت اول ما طلبتني انا جيت لك. اول ما طلبتني انا جيت لك. مجرد ما انت تطلب ربنا اساله تعطى، اطلبه تجده. مفيش واحد فينا ربنا يجي يقول له ايه انا هساعدك غصب عنك. المزمور يقول ايه؟ الرب الهنا اله عزيز. اله عزيز ما يجيش يفرض نفسه عليك، لكن يحترم حريتك. يقول للمفلوج اتريد ان تبرا؟ تعال النهارده صلي واطلب، اطلب منه زي ما انت عاوز. اطلب منه قلب طاهر، عينين بسيطه. اطلب منه سلام حياتك. اطلب منه فهم واحده زمنيه. اطلب منه محبة تحب اللي حواليك وتحب أعدائك. اطلب من ربنا انه يديك القوة انك تنفذ الوصية. اسأله تعطى، اطلبه تجده، اقرعه يفتح لكم. ويقول في سفر الرؤيا انا واقف على الباب واقرع، ان فتح لي احد ادخل واتعشى معه. يعني ممكن يا رب تقف على الباب وتخبط وتمشي. ممكن، ممكن الإنسان يقسي قلبه لدرجة إنه ما يفتحش الباب لربنا. نقطة تالتة بسرعة، الراجل ده المفلوج قال إيه؟ لما جه المسيح يقول له أتريد أن تبرأ؟ رد عليه قال له إيه؟ ليس لي إنسان يلقيني في البركة، ليس لي إنسان. ويمكن كلمة ليس لي إنسان، التلات كلمات دول كل واحد فينا يقولها. قبل المسيح ما يجي ما كانش في حد يقدر يتم عملية الفداء. صورة البشرية قبل ما المسيح يجي ليس لي إنسان، مفيش واحد يحل المشكلة. المشكلة كانت بين مين ومين؟ بين الإنسان والله. فمحدش يقدر يحل، ليس لي إنسان. يقول قديس غرغوريوس لا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا رئيس آباء ولا نبي ائتمنتهم يا رب إنهم يخلصونا، ولكن أنت بغير استحالة تجسدت وتأنست. فليس لي إنسان هي لسان حال كل البشرية. ليس لي إنسان يمكن يكون برضو واحد فينا يقول إيه؟ ما حدش بيسأل في الكنيسة، ما فيش افتقاد. طب ما تبتدي بنفسك. ده يعني المسيح قال إيه؟ مربوط هو العطاء أكثر من الأخذ. مش بس العطاء المادي، لكن حتى العطاء بالكلمة. ما تستناش كلمة من حد. هو أنت مستني حد يقول لك تعالى الكنيسة أو اعترف أو تناول؟ ما تقولش ليس الإنسان، ما تتحككش بالحجة دهية، وتعالى جرب طعم المسيح وجرب طعم العطاء هتلاقي فيه فرح. على فكرة الآية بتاعت مربوط هو العطاء أكثر من الأخذ قالها المسيح، بس مش مكتوب في الأناجيل، عارفين كده؟ ها؟ قالها معلمنا بولس الرسول في سفر الأعمال، إن المسيح قال مربوط هو العطاء أكثر من الأخذ، لكن ما ذكرتش في الأناجيل. برضه ليس للإنسان يمكن الواحد يحس بثقة صليبه ويقول لك أنا صليبي تقيل، وأن ربنا يعني تقل عليا العيار شوية. يقول لك كده في قصة، واحد
الصناديق قلب كتير ورا بعض، علبة ورا علبة ورا علبة ورا علبة. وبعدين الراجل اللي واقف يتفرج في مخه كده قال كده، هو الراجل ده مش يقدر عيل صغير ازاي يشيل الحاجات دي؟ فقال بدل ما اعمل خناقه اروح اساعد الواد الصغير ده. فراح يساعد الواد، قال له عندك حبيبي اشيل اساعدك شويه. فالواد قال له ايه؟ قال له انا بتشكر بابا، يعرف انا اشيل قد ايه، بابا عارف حملي، بابا عارف انا اقدر اشيل قد ايه. خليك واثق في ابوك السماوي، مش هيسمح ليك بصليب الا يكون في احتمالك، يمكن يسمح بصليب للتوبه، ويمكن يسمح بصليب لانه يزود اكليلك. اوعى تفتكر ان التعب اللي بنشوفه في العالم ملهوش اجر عند ربنا. يقول لك امين هو الله الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تحتملون. ربنا يديك التجربه بامانه، على كلام امانه، يعني ما يديكش اكتر من احتمالك. امين ان هو ما يديكش تجربه فوق ما تحتمل، ولكن يجعل مع التجربه ايضا المنفذ لكي تستطيع ان تحتمله. الله دائما يبحث عن الانسان، الله دائما يحترم حريه الانسان وما يفرضش نفسه عليك وانت ما تتحججش وتقول ليس لي انسان. يعطينا الرب ان نستجيب لدعوته كل حين ونصلي قائلين اهدنا الى ملكوتك يا رب، عرفنا الطريق لملكوتك، نقدم له ارادتنا وحريتنا ونتضع امامه لكي يرفعنا في زمان الافتقار. الهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد.